صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 إبريل 2023. كما صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية 3 يوليو 2023، والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 مارس 2023. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه أيضا إلى التيسيرات التي تقدم لأبناء المحافظات النائية. توجيهات القيادة العامة بصفة مستمرة على تقديم كل سبل التيسيرات والدعم لأبناء المناطق الحدودية. طبعا حضراتكم عارفين المسافات الشاسعة جدا اللي هتحمل الشاب مشقة وعناء السفر ماديا ومعنويا علشان ينهي موقفه التجنيدي. فتوجيهات القيادة العامة ان احنا بشكل اساسي ودوري بنطلع لجان تجنيدية الى المناطق الحدودية، واحنا حاليا دلوقتي قاعدين في المؤتمر الصحفي وعندنا لجنتين، لجنة في جنوب سيناء ولجنة في شلاتين، شغالة النهاردة وبكرة في شلاتين وابو رماد، ويوم الأربع إن شاء الله هتبقى في حلايب ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة. بنقدم لهم الوثائق التجنيدية وبدون أي رسوم. كما أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة على عدم التعامل مع الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة. اللي أنا عاوز أقوله للشباب ولزويهم للأب والأم، اوعى تتخيل ان في حد هياخد مقابل مادي عشان يقدم خدمة لابنك. اولا الاجراءات عندنا بتتم بشكل الكتروني كامل، يعني ابنك اسأله هتلاقيه دخل الاختبار قاعد على جهاز كمبيوتر النتيجة بتاعته طلعت وهو لسه قاعد. وللمزيد من المعلومات عن شروط التحاق المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني techand.mod.gov.eg، وللتعرف على الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني techand.mod.gov.eg، بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكتروني ورقمه 15 4 99.